هذا المضاف إليه المتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال واجعل منادا صح ان يضاف لي كعبدي عبدي عبدا عبدا عبديا وفتح لو كسر وحذف ليستمر بيبنى ام يبنى عم لا مفر وفي النداء بتي امتي عرض واكسر او افتح ومن الابتاع وض. قال هذا فصل له اتصال بما بعده ولكنه افرده لان له احكاما تخصه وإلا فقد تكلم عن المنادى المفرد عن المنادى المضاف والمفرد في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف ولكنه أفرد المضاف إلى المتكلم بفصل خاص به. قال واجعل منادا صح إذا كان صحيح الآخر ولم يكن وصفا. كيف عرفنا اشتراط عدم الوصفية من المثال؟ لأنه قال عبد عبد ليس وصفا. عبد في الأصل كان وصفا لكنه صار اسما. عبد في الأصل كان وصفا ولكن صار اسما. تقول يا عبدي وهي الأكثر في اللغة بحذف الياء وإبقاء الكسرة دليلا عليها وتقول يا عبدي بإثبات الياء ساكنة وهو إليه بالكثرة ومن الأول قوله تعالى يا عبادي فاتقون ومن الثاني يا عبادي لا خوف عليكم اليوم وكذلك يقال يا عبدي ومنه يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وبقي وجهان آخران وهما أقل من الثلاثة الأول وهو أن تقلب الكسرة فتحة فتنقلب الياء ألفا فتقول يا عبدا ومنها يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. والوجه الخامس والأخير من الأجر التي ذكرها أن تحذف الألف وتبقي الفتحة دليل عليها. قال الشاعر ولست براجع ما فات مني بلهفة ولا بليت ولا لوني بلهفة يا لهفة حذف الألف وأبقى الفتحة دليل عليها. بقي وجه سادس لم يذكره بقلته وهو أن تنوي المضاف إليه وتمني المضاف على الضم. حكى بعضهم عن العرب يا أم لا تفعلي قري شذوذا قال رب السجن أحب إلي قال رب احكم بالحق. أما بيت الأول واجعل منادا صح إن يضاف لي كعبد عبد 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 عبديا. فإن كان المضاف معتلا منقوصا أو مقصورا فليس فيه إلا إثبات الياء مفتوحة تقول يا قاضية وتقول يا فتاية وهذا مفهوم المخالف لقوله صح. الصحيح ما لم يكن آخره حرف علة لم يكن ألفا ولا ولا أو كان حرف علة سكن ما قبله فإنه ملحق بالصحيح في هذا الباب نحو دلو وربين. واضح؟ كذلك إذا كان المضاف إلى المتكلم وصفا ليس فيه إلا إثبات الياء ساكنة ومفتوحة فتقول يا مكرمي أو يا مكرمي. قالوا لا يتسنى حذف الياء لأن الإضافة في تقدير الانفصال فكأنهما كلمتان. وقال بعضهم لأن المضاف إليه يطلبه المضاف لأنه معموله. يا مكرمي يا مكرمي الياء مفعول به لمكرم معمول له اسم فاعل ويتحمل ضمير هو الفاعل. واضح؟ فمطلوبه معموله لا يتسنى حذفه ولكن ثبت ساكنا ثبت الياء ساكنة على أصل البناء الأصل البناء السكون أو مفتوحة لأنه الأصل في تحريك ما بني على حرف واحد. واضح؟ أنا قوله لا عبدي عبدي عبدان. قال رحمه الله قال إذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى المتكلم ليس فيه إلا إثبات الياء ساكنة ومفتوحة نحو يا ابن خالي أو يا ابن خالية. فإن كان المنادى ابن أم أو ابن عم فإن كان
المنادى المضاف الى مضاف الى المتكلم ابن ام او ابنة ام او ابن عم او ابنة عم لك فيه ما قاله، قال فتح او كسر، وحذف الياء وحذف الالف، تقول يا ابن ام وابن امي وابنة ام وابنة امي، قيل وابنها يا بنت امي، قالوا بنت كابنة، واضح؟ لا فرق بين قولك يا ابنة أم ويا بنت أم ويا ابنة أمي ويا بنت أمي ويا ابن عم ويا ابن عمي يا ابنة عم يا ابنة عمي، واضح؟ فتح وكسر وحذف الياء ولم يقل ألف، لكن مفهومة، لكنها مفهومة، يقول حذف الألف وفتح وكسر وحذف الياء مع ابن أمي وابنة عمي، وحذف الألف مع ابن أم وابن عم. قالوا يا فتحته كأنك كان الأصل يا ابن أم وابنة عم، حذفت الألف وأبقيت الفتحة زين عليها، أو أنك ركبتهما تركب أحد عشر فبنية، قال هذا بعضهم، قال بعضهم ورئيس البوي رحمه الله تعالى. قال يا ابنة عما لا تلومي واهجعي، لا يخرق اللوم حجاب مسمعي، قصيدة مرجزة رائعة لأبي النجم، قد أصبحت أم الخيال تدعي علي ذنب كله لم أصنعي، لما رأت رأسك رأس الأصلعي ميز فيه قنزعا عن قنزعي، جذب الليالي أبطئي أو أسرعي، ابناه قيل الله للشمس اطلعي، حتى إذا وراك أفق مرجعي. هذا معنى قوله وفتح ولو كسر وحذف ليستمر في ابن أمة يا ابن عمة لا مفر. قالوا سمع يا ابن أمي ويا شقيق نفسي، أنت خلفتني لدهر شديد قليل. سمع قصيدة لقصيدة يا ابن أمة يا ابنة عمة، أحسنت يا ابنة عمة لا تلومي واهجعي، بالضبط الثاني هو هذا، هذا قوله وفتح وكسر وحذف. قل يا ابن القرآن الكريم يا ابن أمة لا تأخذ لحيتي يا ابن أمي، قل يا ابن. قال رحمه الله وفي النداء بتي أمتي عرض، إذا كان منادى أبا وأما ففيه الأوجه السابقة الستة وفيه أربعة أوجه أخرى، أن تقول يا أبت ويا أبتي، قرئ بهما يا أبت ويا أبتي ويا أمت ويا أمتي، وإثبات الياء قبيح لأنه جمع بين العوض والمعوض عنه، والألف أقل قبحا لأن صورة المعوض عنه وهو الياء ذهبت، تقول يا أبت وسمع أيا أبتي أيا أبتي لا زلت فينا فإنما لنا أمل في العيش ما دمت عائشة، وسمع تقول بنتي قد أنا أناك يا أبتا علك أو عساك. قالوا لما يستخدم التاء في النداء مع الأب والأم؟ قال تستخدم العرب التاء كثيرا للتفخيم، علامة نسابة راوية، والأب والأم مظنة التفخيم، فقالوا أبتي وأمتي. أضح؟ أنا قلت وفي النداء أبتي أمتي عرض، أي أنه جائز لو قلت يا أبي أو يا أمي لا شيء فيها، وقوله في النداء فهي منه أنهما لا يستعملان في غير النداء، لا تقول جاء أبتي ورأيت أبتي، واضح؟ ست عشر الأولى الستة ثم أبتي أبتا أبتي أبتا، واضح؟ هذا قوله وفي النداء أبتي أمتي عرض، أكسر أو افتح ومن اليتاع وضع إلى يجمع بينهما. قال رحمه الله وظل بعض ما يخص بالنداء، لؤمان نومان كذا والطرد بسب الأنثى وزن يا خبافي، والأمر هكذا من الثلاث، وشاع في سب الذكور فعل، ولا تقس وجر في الشريف. هذا هو النص. هناك أسماء تستعملها العرب في النداء، منها فلو، قال بعضهم يا فلو هي كناية عن قولك يا رجل، وقال بعضهم هي كناية عن يا زيد، وهو رأي ابن مالك، تقول يا زيد تقول يا فلو،
ترخيم فلان، قال بعضهم ترخيم فلان، وتقول يا فلة للأنثى كناية عن امرأة أو كناية عن زينب عن علب. أنا أقول وفلو بعض ما يخص بالنداء، لا تقول جاء فلو وجاءت فلة، هذه أسماء لا تستعمل لها بالنداء. لؤمان كذلك، أي كثير اللؤم، تقول يا لؤمان، أعوذ بالله، يا لؤمان. نومان، تقول يا نومان، ولا يقال جاء نومان أو رأيت نومان، لا يقال هذا. لؤمان نومان كذا. وقاسها بعضهم على وزن مفعلان، قال مقيسا في وزن مفعلان بما استعمل للذم، سمع منها ما الأمان، ما الكعان، مكذبان، مخبثان، لكثير الاتصال بها الناس يحب بها الأوصاف. تنادى تستخدمه في النداء فقط. قال بعضهم سمع منها مطيبان، سمع منها مطيبان للمدح، وسمع منها مكرمان للمدح، وقال بعضهم مكرمان تصحيح ولم تسمع، قالوا مكرمان هي مكرمة لكنها صحيحة لأن حروفها متقاربة. أنا قولي لؤمان نومان كذا. والطرداء كثير في سب الأنثى وزن يا خبافي، تنادى الأنثى لسبها بوزن على يا خبافي، الصورة مضطردة مقيسة، لا تتوقف على ما سمع من العربي، فتقول من خبث يا خبافي، ومن كذب يا كذابي، ومن فسق يا فساقي، يسب الأنثى وزن يا خبافي. من الثلاثي، لابد يكون ثلاثيا. قال رحمه الله والأمر هكذا من الثلاثي، والأمر يضطرد صياغة اسم فعل الأمر من الثلاثي من هذه الصيغة، فتقول في كتب كتابي يكتب، الأمر هكذا من الثلاثي. يصاغ اسم فعل الأمر من الثلاثي قياسا على وزن فعالي ومبني على الكسر، من كل فعل ثلاثي، من كل فعل ثلاثي. وشذ قولهم دراكي من أدرك، وهو فعل رباعي بشرط أن يكون تاما، لا يصاغ من الفعل الناقص، لا يصاغ من كان وأخواتها، وأن يكون متصرفا لا يصاغ من نعمة وبئس، وأن يكون تام التصرف لا يصاغ من يذر ويدع. والأمر هكذا من الثلاثي. نعم يصبح اسم فعل، اسم فعل. تقول لشخص كتب تقول له كتابي، راكب تقول ركابي، نقيس اكتب اكتب. وإما إنما بنيت نحو يا فساقي يا خبافي، قالوا بنيت حملا لها على اسم فعل الأمر لأنها تشبهه في التعريف والتأنيث والعدل. أنا قولي والأمر هكذا من الثلاثي. قال رحمه الله وشاع في سب الذكور فعل، يسب الذكور من فعل الثلاثي على وزن فعل، فتقول في كذبة، فتقول في غدر يا غدر، ولكنها ليست مقيسة، شاع يتوقف فيها على ما سمع من العربي. قالت عائشة رضي الله عنها لمحمد القاسم بن محمد خل غدر في صحيح مسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حضرة الصلاة وحضرة الطعام وحدي فهد للطعام، وكما قالت كما قال صلى الله عليه وسلم. أنا قوله وشاع في سب الذكور فعلوا ولا تقس، وجر في الشعر فلو، فلو التي ذكرها في أول باب، قال سمعت مجرورة في الشعر، قال في لجة أمسك فلانا عن فولي، أمسك فلانا عن فولي، استخدم فولي في النداء. وقال بعضهم لا شاهد فيها، أصلها فلان ولكنه رخم وترخيما قبيحا، كقول بعضهم درس المنى بمتالع فأباني، درس المنى أي المنازل ترخيم قبيح، قال بعضهم هذا، قال لا شاهد فيها. والله أعلم. من على الضم فولو، فولو ما في على، ما في على الضم فولو، يا قلنا من الأسماء المناسبة للنداء، ما قلنا في على الضم. يا مخبثان